الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا الجمع المبارك، هذا الجمع الذي لم يجتمع من أجل دنيا ولا من أجل مطالبها، إنما اجتمع من أجل الآخرة، اجتمع من أجل نداء الله سبحانه وتعالى، اجتمع من أجل الأخوة في الله سبحانه وتعالى، اجتمع لكي ينصر قضية هي قضية إسلامية إيمانية عقائدية، هي القضية الفلسطينية. اجتمع هذا الجمع لكي يناصر الدم المسلم، لكي يناصر الدم العربي، لكي يناصر الدم الإنساني الذي يسفك في أرض فلسطين. نجتمع اليوم بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بالمغرب، هذه الدعوة التي تأتي بمناسبة ذكرى النكبة، بمناسبة ذكرى النكبة، هذه المناسبة التي تذكرنا بأمور ثلاث: أولها مآسي وآلام الشعب الفلسطيني. إن التاريخ الفلسطيني تاريخ المأساة، تاريخ الآلام، تاريخ الجروح، تاريخ المجازر، تاريخ سفك الدماء. إننا نستحضر اليوم بعد مرور سنين طوال ما مارسه الكيان الصهيوني من تقتيل وإبادة جماعية على مستوى أرض فلسطين. كم هجر من الفلسطينيين، كم قتل من الفلسطينيين، كم أبيد من الفلسطينيين، كم أسر من الفلسطينيين، كم استشهد من فلسطينيين. مأساة، مأساة وآلام كبيرة. هنا لا من فينا، لا من فينا، هنا لا من فينا، لا لا من فينا، وقع اللي داره فينا، وقع اللي داره فينا، وقع اللي داره فينا، وقع اللي داره فينا، وغزة وجنين، وغزة وجنين، وقنا ودير ياسين، وقنا ودير ياسين، وقنا ودير ياسين، وقنا ودير ياسين، ولا لا من فينا، ولا لا من فينا، وقع اللي داره فينا، وقع اللي داره فينا، وغزة وجنين، وغزة وجنين، وقنا ودير ياسين، وقنا ودير ياسين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، صراحة عندما نقف مثل هذه المواقف في مثل هذه المناسبات، لكي نعبر عن ماذا؟ ما الذي يجمعنا؟ ما الذي يأتي بنا؟ نجتمع من أجل فلسطين. وهل نظن بأن بمثل هذه الوقفات سنحرر فلسطين؟ هل نظن بمثل هذه الشعارات سنحرر فلسطين؟ هل نظن بمثل هذه التجمعات سنحرر فلسطين؟ الجواب قطعا لا. لا، لا على المستوى القريب. لكن سؤال آخر يطرح: ما الذي نملك نحن كشعوب مسجونة، نحن كشعوب محاصرة، نحن كشعوب لا تملك إرادة التحرك ولا إرادة الجهاد ولا إرادة الدفاع عن فلسطين، الدفاع المشروع. شعوب تقاوم، يا حكام الهزيمة أحرروا الشعب الكريم، يا حكام الهزيمة أحرروا الشعب الكريم، يا حكام الهزيمة أحرروا الشعب الكريم، نقول: إذا لا نملك
قدرة وإرادة لنخطو خطوات حقيقية من أجل تحرير فلسطين، فلا أقل أن نقف مثل هذه الوقفات، فعلى الأقل أن نستجيب لمثل هذا النداء لكي يذكر بعضنا بالقضية الفلسطينية، لكي يذكر بعضنا بالقضية التي يريد الكثير ويعمل الكثير على طمسها وعلى أن ينسي الشعوب هذه الحقيقة المرة. فنحن نقف اليوم لكي يذكر بعضنا بعضا بتلك المجازر. كم من الأبناء، كم من النساء، كم من الرجال تم الهجوم على قراهم وتم تقتيلهم وتم تشريدهم. شعب فلسطيني ظل يعاني لمدة سنين. كل معاناة التي يمكن أن نتخيلها، كل واحد منا يتذكر ويتخيل أن لص من اللصوص دخل بيته وطرده من بيته وطرده من عرضه، كيف سيكون موقفه؟ كل واحد منا يتذكر أن لص من اللصوص قتل ابنه، قتل أمه، قتل أباه، قتل أخاه، كيف سيكون شعوره؟ كم من واحد منا ينبغي أن يتذكر أن لصا طرده من أرضه، كيف يكون شعورك؟ إن الشعب الفلسطيني كل هذه حقيقة ماثلة فيه. كل فرد من الشعب الفلسطيني قتل أحد أفراد عائلته، كل واحد من الشعب الفلسطيني طرد من أرضه، طرد من بيته، هدم البيت من فوق رأسه. هذه معاناة، هذه المعاناة ينبغي أن نتذكرها، أن نستحضرها، لكي ندرك بشاعة الكيان الصهيوني، لكي ندرك إجرام الكيان الصهيوني. هؤلاء اليوم الذين يريدون أن يطبعون معه الموت في إسرائيل، عدو الشعوب، مرجئة الحروب. الموت في إسرائيل، عدو الشعوب، الصهيوني. يا إما التطبيع السياسي أو التطبيع الاقتصادي أو التطبيع الثقافي أو أي نوع من أنواع التطبيع. هؤلاء يضعون أيديهم في أيادي مجرمين، أيادي ملطخة بالدماء، أيادي سفاكين، أي أيادي أناس لا يملكون رحمة ولا يملكون إنسانية. لنقف اليوم لكي نتذكر هذه النكبات، لكي نتذكر هذه الأحداث، لكي نتذكر ما جرى على الشعب الفلسطيني، وبالمقابل نتذكر عظمة هذا الشعب، نتذكر صمود هذا الشعب، نتذكر استمرارية هذا الشعب. كل هذه المجازر، كل هذه التضحيات، والشعب الفلسطيني صامت، والشعب الفلسطيني يقف بالمرصاد وجها لوجه بدون سلاح بدون عتاد، أمام مقارنة مع العتاد كيان الصهيوني، أمام قوة كيان الصهيوني. إن الصمود الشعب الفلسطيني يفرض منا نحن كشعوب بعيد عن أرض فلسطين أن لا نتخلى عنهم، أن لا نستسلم، أن نبقى دائما صامدين، متضامنين، مؤيدين معنويا وماديا بكل إمكانيات. فتحية للشهيد، وتحية للأسير، وتحية للمقاوم، وتحية للمرأة الفلسطينية، وتحية للرجل الفلسطيني، وتحية للطفل الفلسطيني. يا شهيد ارتاح انت، صاروا وصيل الكفاح. 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 كل فرد من الشعب الفلسطيني يصنع بحياته مجدا وتاريخا من أجل الدفاع عن فلسطين، من أجل حماية فلسطين، من أجل بقاء فلسطين. كل فرد الشهيد بدمه يحيي الأمة ويحيي كل الأجيال التي تأتي من بعد.
الأسير رغم أنه وراء القضبان بصموده يحيي القضية ويدافع عن القضية ولا يريد أن يتنازل. وتحية للأسرى الذين انتصروا وتكلل نجاحهم وصمودهم بالنصر، فقهروا السجاد وفرضوا على الصهاينة أن يستجيبوا لمطالبهم في معركتهم البطولية، معركة الأمعاء الفارغة. تصوروا معي هذا الإبداع، الفلسطيني يحرر أرضه ويصنع المجد والصمود والبطولة بالبندقية، يصنعها بصموده واقف أمام الدبابة، يصنعها بالحذر. وهؤلاء يصل أن يصنعها بالأمعاء الفارغة، أن يقهر الإسرائيلي بأمعائه الفارغة. أي بطولة؟ أي صمود؟ أتدرون أن الأسير الفلسطيني يدخل إلى موسوعة جليس اليوم بإضرابه حيث بلغت 78 يوم، آخر رقم كان سجل 65 يوم. الفلسطيني الأسير سجل 78 يوم، وبهذا الفلسطيني يدخل إلى الموسوعة العالمية بخطين اثنين وبحدثين اثنين، حدث الإضراب والحدث الثاني، وهي أكبر خريطة لفلسطين تعلق على عمارة في غزة تدخل بها إلى هذه الموسوعة العالمية. يصنع التاريخ، يصنع المجد. فتحية لهم ولصمودهم ولنضالهم. ولا يسر الوقت أن أحيي كل قياد منهم على ما بذل ويبذل من تضحية. فألا يليق بنا نحن المغاربة، نحن المحبون لفلسطين، نحن العاشقون لأرض الإسراء والمعراج، نحن المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نستجيب لنداء فلسطين، أن لا نستجيب لتضحيات فلسطين، أن ننام على من أجل شؤوننا ولا نهز أي هم للقضية الفلسطينية. ليس هذا هو المغربي، ليست هذه هي المغربية. المغربي والمغربية يحرص كل الحرص على حماية القضية الفلسطينية والدفاع عن القضية الفلسطينية. الأمر الثالث الذي نتذكره، مأساة وبطولات. الأمر الثالث هو المؤامرة. تاريخ فلسطين يجسد المؤامرة في المنتظر الدولي، ليست مؤامرة حديثة، هي مؤامرة على مر التاريخ. كيف أن قوى الاستكبار العالمي تصر على حماية الصهاينة، تصر على الدفاع عن الكيان الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها. لماذا؟ لأن هناك مؤامرة عالمية، مؤامرة تستهدف هذه الأمة، تريد أن تنال من هذه الأمة. لكن نقول مؤامرة كبيرة، ولكن الله أكبر. نقول يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا كانت القضية الفلسطينية قد نصرت بأبنائها في ظروف عالمية، فإن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تضيع اليوم في ظل هذه الصحوة الإسلامية، في ظل هذه الهضة العربية، في ظل هذه اليقظة. إننا إن شاء الله عز وجل ستنتصر فلسطين وستتحرر فلسطين، وسنصلي إن شاء الله جميعا في فلسطين في المسجد الأقصى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الريحان إلا لثلاث، المسجد هذا والمسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هذه الوقفة نريد أن تكون رسائلنا واضحة. رسائلنا واضحة. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة كانت ولا زالت وستبقى القضية الأولى عندها هي قضية فلسطين، هي قضية القدس، وستسلك كل المسالك من أجل الدفاع عن هذه القضية حتى تبقى هذه القضية حية عندنا وحية عند الأجيال جميعا. رسائلنا واضحة. رسالتنا الأولى وأننا نعلن التضامن المطلق والكامل مع الشعب الفلسطيني. هذا التضامن الذي ينبغي أن يكون تضامنا ماديا وتضامنا معنويا، وينبغي على كل واحد منا، يا من لبى النداء ويا من تعبر عليه أن يلبي النداء، ينبغي على كل واحد منا أن يضع لنفسه مشروعا شخصيا يحدد من خلاله كيف يدافع عن القضية الفلسطينية ماديا ومعنويا. قد تدافع القضية الفلسطينية بالمشاركة في هذه التجمعات وفي هذه المسيرات، لكن يمكن أن ندافع القضية الفلسطينية بطرق متعددة، بالصحبة الثنائية مع الشعب الفلسطيني، بالتواصل مع الشعب الفلسطيني، بالحضور القوافل إلى غزة، بكل الوسائل المتاحة. وهناك بالنسبة للهيئة ستضع إن شاء الله عز وجل قريبا جدولا لكل الأشكال التي من خلالها يمكن أن نتضامن مع القضية الفلسطينية وتبقى القضية الفلسطينية حية. الأمر الثاني هو رسالتنا الثانية هي التنديد والإدانة للجرائم الكيان الصهيوني وللصمت للمنتظم الدولي وللصمت حكام المستبدون الجاثمون على رقابنا. نحن نندد بكل هذه الأمور، وهذا التنديد يأخذ أبعادا متعددة. الأمر الثالث، نحن نوجه رسالة إلى أبناء هذا الوطن وإلى كل من تحمل مسؤولية في هذا البلد على أن يتقي الله في هذا الشعب وأن يتقي الله في هذه الأمة، وأن وضع اليد في يد الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال وتحت أي يافطة من اليافطات وتحت أي عنوان من العناوين اقتصادية سياسية ثقافية اجتماعية إنما هو يقدم ويقوم بطعن في طعن الشعب الفلسطيني في الدار. إن أي يد تمتد للكيان الصهيوني فإنما هي يد تمتد بالطعن بالسكين للشعب الفلسطيني الذي هو صامد هناك. اليوم هناك دعوات للذهاب إلى القدس الشريف، دعوات من أجل الصلاة في القدس الشريف. من منا لا يريد أن يصلي في القدس؟ من منا لا يريد أن يذهب إلى القدس لكي يصلي فيها؟ لكن لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نذهب لكي نصلي في القدس لكي نعصي الشرعية للكيان الإسرائيلي. لا يمكن أن نذهب إلى القدس لكي نطبع مع الكيان الإسرائيلي. هذا ما يريدونه. إننا لن نذهب إلى الكيان إلى القدس إلا محررين، أو سنذهب إن شاء الله عز وجل لها فاتحين، أو سنذهب إن شاء الله عز وجل لها بعد أن تتحرك. أما أن نذهب وهي محتلة فهذا كله من الأمور ومن اليافطات التي تريد أن تموها على الأمة وتريد أن تدلس على الأمة حقيقة أساسية. فليتق الله هؤلاء الذين يطبعون، وليتق الله هؤلاء الذين يعجزون عن مقاومة التطبيع من مواقعهم ومن مسؤولياتهم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، في الختام رسالة أخيرة هي تحية لكم جميعا كأفراد، وتحية لكل المكونات التي استجابت والهيئات التي استجابت إلى هذه الدعوة. وإننا إن شاء الله عز وجل بشوارنا سيستمر وسيمتد إن شاء الله عز وجل
دفاعا عن القضية الفلسطينية حتى تحرير فلسطين إن شاء الله عز وجل، وحتى تحقيق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.